نظمت لجنة الشباب بالتعاون مع لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة مائدة مستديرة بعنوان الشباب والإعلام ضمن الفعالية الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة. المائدة تناولت تحديات الإعلام الرقمي ودوره المؤثر في صناعة الرأي العام ورسم الأنماط السلوكية للناس والتأثير في صناعة القرار السياسي، وخاصة لفئة الشباب، بفعل التطور المذهل والسريع في أجهزة الإعلام ووسائل الاتصال المختلفة. في الحقيقة في هذه المائدة المستديرة نحن تطرقنا إلى مجموعة من القضايا الخاصة بالإعلام والشباب. تطرقنا إلى المحور الخاص بالقائم بالاتصال، يعني من يخاطبون هؤلاء الشباب والميزات التي ينبغي أن تتوافر في من يخاطبون الشباب إعلاميا، سواء حتى الشباب المصري أو العربي أو الإفريقي. تحدثنا أيضا عن محتوى الرسالة الإعلامية الموجهة للشباب والمواصفات الخاصة بهذه الرسالة لكي تكون مقبولة لدى هؤلاء الشباب، ولكي نحصل على الأثر الذي نريده من وراء توجيه هذه الرسائل. بنتكلم على الشباب اللي هم بيمثلوا أكتر من 60% من المجتمع المصري، عشان كده دايما الخبراء والباحثين بيوصفوا المجتمع المصري أنه مجتمع شاب أو مجتمع فتي، أنه نسبة كبيرة جدا من الشباب، ودي في الحقيقة ميزة مهمة جدا تميز المجتمع المصري. هل الإعلام بيعكس بشكل حقيقي قضايا الشباب؟ هل الشباب مشارك فعلا في المنصات الإعلامية المختلفة؟ هل الشباب الإعلام بيدي مثلا زي النماذج الإيجابية للشباب اللي بتسلط الضوء على النماذج الناجحة من الشباب، بحيث ان هم يكونوا القدوة الحقيقية في مجالات ريادة الأعمال والمجالات المختلفة؟